السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع لكيفية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للصف الخامس عن طريق الرابط الدخول للمنصات التعليمية الموضح أمامكم. في البداية يتم فتح متصفح الإنترنت، ثم كتابة رابط الموقع، ثم الضغط على زر الإدخال Enter للذهاب إلى الموقع. عند فتح الموقع نقوم بكتابة الرقم المدني للطالب، ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد، وبعدها نضغط زر الدخول والانتظار حتى تحويلك للصفحة التالية. عند فتح الصفحة الجديدة نلاحظ وجود ثلاث خيارات، وهي منصة جوجل التعليمية، البريد الإلكتروني، منصة منظر التعليمية. نقوم بالضغط على منصة جوجل التعليمية جوجل كلاس روم. ستظهر لك بيانات تسجيل الدخول للمنصة التعليمية، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور. يرجى حفظ هذه البيانات والتي تساعدك على استخدام المنصة التعليمية بكل خصوصية ويسر. للدخول إلى منصة جوجل كلاس روم يفضل نسخ اسم المستخدم وهو عبارة عن إيميل الطالب، وذلك بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نختار كوبي، وبعدها نقوم بالضغط على زر الدخول إلى منصة جوجل التعليمية. ستظهر لنا نافذة الموقع ونختار منها زر Go to Classroom، ثم سوف يحولنا إلى نافذة تسجيل الدخول. نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن في المكان المخصص ونختار Paste ثم نضغط التالي. للحصول على كلمة المرور نعود إلى الموقع الأول أو كتابة كلمة المرور في حالة تسجيلها في ورقة خارجية. في حالة العودة إلى الموقع نحدد على كلمة المرور، ثم نضغط على الزر الأيمن فأرة نختار كوبي، وبعدها نقوم بالعودة لنافذة تسجيل الدخول ونضغط على زر الفأرة الأيمن في المكان المخصص ونختار بيست، ثم نضغط على الزر التالي. ستظهر لنا نافذة موقع جوجل كلاس روم ونلاحظ وجود جميع المواد في الواجهة الرئيسية. ملاحظة: إذا تم استخدام برنامج جوجل كلاس روم عن طريق الهاتف أو الآيباد، يفضل وضع كلمة المرور لشاشة القفل تفادياً لأي مشكلة في الدخول إلى البرنامج، وفي حالة وجود أي مشكلة الرجاء زيارة المدرسة. كان معكم في شرح الخطوات الطالب عبد الرحمن بن يونس البلوشي والطالب نديم بن محسن البلوشي من الصف السابع مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي.